الرجل الذي أدار بالمناسبة مباريات كبرى ما بين السوبر وكأس رئيس الدولة وكذلك هذه البطولة في كأس الرابطة في مباراتها النهائية. حضر سلطان عبد الرزاق وتحضر صافرته الآن معلنة عن بداية شوط المباراة الأول. عزيزي المشاهد والمتابع في كل مكان، الضيف هذا المساء شباب الأهلي وعجمان على ملعبه. يبدأ المواجهة بعلي الحوسني في حراسة المرمى، المغربي محمد سبول، ميلوش الصربي، عبد الرحمن أحمد، فرج بن نجيمة اللاعب التونسي المغيم، بلال يوسف، أيمن الحسوني، وهذه كرة في متناول حارس المرمى. أنس مطيطش كذلك موجود، جونيور الجامايكي حاضر، وعندك هيكل الشيخاوي اللاعب التونسي، وليد أزارو المهاجم الذي يعتمد عليه جوران في هذه المباراة. هذا من جانب عجمان، لكن ماذا من الجانب الآخر؟ شباب الأهلي، هذه اللعبة اللي من خلالها حدث السقوط، يوري تدخل على جونيور وحكم المباراة أشار على وجود صافرة وخطأ. شباب الأهلي يبدأ بحمد المقبالي في حراسة المرمى، سعيد سليمان، بوغدان الصربي، إياغو سانتوس البرازيلي، ريناندا سيلفا، كون سانتوس، عبد الله النقبي، الصربي لوكا، سواريز ويوري ومؤنس دبور الحاضر كذلك في مباراة اليوم في ظل غياب سردار أزمون اللاعب الإيراني الذي طبعا قدم مع شباب الأهلي بدايات جميلة جدا، لكنه يتواجد مع منتخب بلاده، وبالتالي شباب الأهلي عنده مجموعة من الغيابات. وعجمان، عجمان، عجمان يريدها من البداية، عندنا محاولة موجودة عن طريق هيكل الشيخاوي اللاعب الذي يتقدم بالقدم اليسرى، يأتي بكرة تم إبعادها من جانب القائد عبد الله النقبي، أصبحت مرتدة وهجمة وانطلاقة، لكن قبل ذلك سقوط وبطاقة صفراء على فرج بن نجيمة اللاعب التونسي. بكير 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 البطاقة الصفراء يا فرج بن نجيمة في أول دقيقتين، وسلامات للاعب شباب الأهلي اللي ساقط في أرضية الملعب. مؤلمة 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 هذه اللعبة وهذه اللقطة، ويوري يوري التصادم ما بينه هو ما بين فرج بن نجيمة، وعلى ذلك حكم المباراة يستدعي الجهاز الطبي للنزول إلى أرضية الملعب من أجل إجراء اللازم. عندنا دكة بدلاء شباب الأهلي، ولدينا جويل هيرن الذي يجري الإحماء، وعندنا الجماهير الحاضرة من جانب الفريقين، جماهير عجمان متواجدة، جماهير شباب الأهلي كذلك حاضرة، وعندنا الورقة الأخيرة من أجل الوصول إلى دور الثمانية بعد أن تعرفنا على هوية الفرق السبعة الموجودين الحاضرين. تتكلم عن الوحدة والشارجة، الوصل، بنياس، العين، الجزيرة، النصر، وأصبح الآن الأنظار تتجه إلى أستاذ راشد بن سعيد للتعرف على هوية الفريق الذي سيكمل دور الثمانية. سلامات ليوري، تلقى العلاج والاطمئنان على سلامته، واحد من الأسماء المهمة في تشكيلة هذا الرجل باولو سوزا، هذا الرجل الذي أتى خلفا لماركو نيكوليتش بالمناسبة، المدرب الصربي الذي كان مع شباب الأهلي الموسم الماضي، وأتى باولو سوزا المدرب البرتغالي الذي كان لاعبا دوليا مع منتخب بلاده وحضر في كأس العالم وتواجد في أمم أوروبا وحقق الكثير من النجاحات في عالم المستديرة. كرة إلى خارج أرضية الملعب بعد أن أعطى حكم المباراة إشارة استئناف اللعب. يوري بصحة وسلامة، عندنا كرة في الجهة اليمنى من جانب أيمن الحسوني اللاعب المغربي، مرت وعدت، أصبحت في متناول علي الحسن حارس مرمى عجمان بهذه الصورة. حذار يا علي، حذار يا علي، نعم شباب الأهلي يفتقد لأسماءه الهجومية، يفتقد لسردار أزمون، يفتقد للغساني، لحارب عبد الله، لكن عندهم كثير من الأسماء القادرة على أن تجد الحلول. حذار يا علي الحسني، حذاري، أي خطأ، أي هفوة،
أي هدف يسجل شباب الأهلي سيجعل المباراة في قمة الصعوبة، تزداد صعوبة أكثر وأكثر إلى خارج أرضية الملعب. دوران موسم ماضي كان ناجحا كيف لا، وهو الذي حصل على لقب هذه البطولة مع فريقه الوحدة يوم أن توج في المباراة النهائية على حساب العين، وهذا اللقب الأول للسيد كوران في هذه البطولة. نعم، هو درب مجموعة من الأندية، درب عدة أندية السيد كوران في دورينا، بدأ مع اتحاد كلبة، بنياز، خورفكان، الفجيرة، النصر، الوحدة، عجمان، عندنا مجموعة من الأندية. المرور جميل من كون سانتوس، بعد ذلك الكرة تعود إلى المقبالي، المقبالي بمبدأ الأمان أبعده وخلصه، لأنه يعلم أن وليد أزارو مهاجم مرعب، وبالتالي أبعد الكرة بصورة سريعة. شيخاوي، الله عليك، لاعب مقاتل تونسي، هيكل الشيخاوي، عجمان عنده من الأسماء، عنده من اللعيبة، وعندك الآن الحسني يأتي بكرة عالية في وسط الملعب، أصبحت في الجهة اليسرى، يوري من أجل الحصول على المستديرة، لكنها طالت من أمام يوري وذهبت إلى رمية التماس. وباولو سوزا 54 سنة، هذا المدرب الذي كما ذكرت عندما كان لاعبا لعب في البرتغال وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وحصد الألقاب مع يوفنتوس ومع بروسيا دورتموند، وبالتالي حقق الكثير من النجاحات كلاعب. نتكلم عن باولو سوزا مدرب البرتغالي، وكما ذكرت ما في مدرب برتغالي حصد لقب هذه البطولة عبر 16 نسخة سابقة، لأن عندنا المدربين البرازيليين في مناسبتين، تتكلم عن براغا وعن بوناميغو، تتكلم عن المدربين الألمان شايفر حصل على اللقب، المدربين الأسبان كيكي فلوريس. كرة إلى خارج أرضية الملعب، عبد الوهاب عبد القادر بالمناسبة المدرب العراقي كذلك مع عجمان توج باللقب، وأكثر من توج المدربين الرومانيين، لأن السيد كوزمن في ثلاث مناسبات وريجي كام في مناسبة. عندنا محاولة في الجهة اليسرى، صربي يوفانوفيتش، كوران، المكسيكي أغيري، رودولفو الأرجنتيني، كرونوسلاف الكرواتي، مهدي علي مدرب الإماراتي، ريبيروف مع نادي العين الأوكراني، كلهم حصلوا على اللقب، وهذا آخرهم، هذا الرجل اللي أمامه ذهب من عجمان وعاد إليهم، لكن ذكرياته جميلة مع عجمان، سيد كوران ذكرياته جميلة مع عجمان، في موسمين من 21 حتى 23 حقق بصمة جميلة، بل أنه ترك بصمة حتى الآن هي الأفضل في عجمان في بطولة الدوري، الوصول إلى المركز السادس، وهذا لم يحقق قبل كوران. وبعد عندنا محاولة في الجهة اليمنى بصورة ممتازة، عجمان يهاجم الآن، وليد أزارو خبرة السنوات لهذا الرجل اللاعب المغربي، يكفي أن تقول بأنه لعب مع الأهلي المصري لسنوات، يكفي أن تقول ذلك، مكانة وليد أزارو، خبرته، إمكانياته، يكفي أن تقول بأنه لعب مع الكبير الأهلي المصري، هذا في حد ذاته تاريخ كبير وإنجاز كبير يتمناه كل لاعب كرة قدم. كرة في وسط الملعب، تمريرات هادئة، شباب الأهلي يقول لك 0-0، هذه نتيجة تودينا لدور الثمانية، 0-0 نتيجة تودينا لدور الثمانية. هذا أيوري، هذا يوري نعم، يتقدم، حالة سقوط، العرقلة تأتي من أنس مطيطش اللاعب المغربي، وفي عجمان أكثر من لاعب مغربي موجود في التشكيل الأساسية، عندك محمد سبول مغربي، وعندك أيمن الحسوني كذلك مغربي، أنس مطيطش مغربي، وليد أزارو، أربع لاعبين من المغرب حاضرين في التشكيلة الأساسية، وسلطان عبد الرزاق في حديث مع مطيطش يكلمه يقول الهدوء يا أنس، عليك أن تكون هادئا، وعندنا فرصة. لوكا، هذا الرجل الصربي هو من يتقدم الآن، لوكا 33 سنة، اللي مثل منتخب بلاده وعنده هدف دولي في مرمى النمسا، هو من يأتي بكرة عالية في منطقة الجزاء، ولا زالت مستمرة إلى ضربة ركنية،
عدت ومرت وطالت وغادرت إلى خارج الملعب. وليد أزارو واجباته الدفاعية، هو مهاجم نعم لكن يؤدي واجباته الدفاعية. كرة تبعد، قلق من هذا الرجل كورا، لأنه يعني يعلم إذا شباب الأهلي سجل هدفا بالتالي المباراة ستصل بعد ذلك إلى المهمة الصعبة، إن لم تكن للمهمة المستحيلة تزداد صعوبة. سيد قران يتابع ويراقب، وعندك سواريز اللاعب الذي يتقدم الآن لتنفيذ الضربة الركنية. سواريز الله الرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. رأسية حضرت، وكان يتمنى شباب الأهلي أن توجه بصورة ممتازة، لكن الصربي أرسلها إلى خارج أرضية الملعب وتحولت إلى ضربة مرمى. عندك بوغدان صربي، إياغو برازيلي على مستوى دفاعات شباب الأهلي، وعندنا كرة الآن خطيرة تبدأ من وليد أزارو. أزارو بتمريرة جميلة، العرضية من محمد أبو القائد، أبعدها عبد الله النقبي إلى خارج أرضية الملعب. تمريرة جميلة ما بين المغاربة وليد أزارو لمحمد سبول، وبعد ذلك العرضية تم إبعادها من النقبي إلى ضربة ركنية تحولت وسط أنظار هذا الرجل الصربي كوران، الذي سيكون في قمة السعادة لو سجل عجمان في هذه اللحظات. ستشتعل المباراة، ستذهب باتجاه الإثارة الكبيرة. سلطان عبد الرزاق يتكلم مع لاعب الفريقين، يقول لهم ما في اشتراك، ما في احتكاك، ما في تصادم في منطقة الجزاء، بالتالي عندنا ضربة ركنية. هنا هيكل الشيخاوي الرأسية، والفرصة تم إبعادها، تم إنقاذ الكرة. التشتيت في وسط الملعب، المباراة ستذهب باتجاه الإثارة الكبيرة في الوقت القادم. شباب الأهلي فعل المهم في مباراة الذهاب، تقدم بهدفين، وفي مباراة العودة الأمور لا زالت سلبية. عندنا انطلاقة، هنا النقبي، هنا خبرة السنوات، يأتي سريعا محمد سبول المغربي بامتياز، أبعدها ابن 22 عام، طبعا يحمل الرقم 22 وبالتالي هو أيضا ب 22 عام، يأتي في اللحظة المناسبة يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة الماضية وأصبحت للشباب الأهلي، الفريق الذي يلعب خارج ملعبه لكنه يريد أن يواصل انتصاراته. سنتحدث عن مواصلة الانتصارات بعد هذه اللعبة، لأن لوكا يتقدم، لوكا يأتي بكرة للأمام، الرأسية تبعد، تعود إلى لوكا، لوكا حصلها، روضها وأتى بكرة عرضية لازالت خطيرة في منطقة الجزاء. إبعاد واستخلاص وإنقاذ، كرة للأمام لازالت خطيرة، مؤنس دبور، مراقب دبور تحت أعين الدفاعات، تحت أعين دفاعات البركان. مؤنس دبور، هل تعلم عزيزي المشاهد والمتابع أن هذا الرجل باولو سوزا قابل غوران في 20 يوم فقط 3 مرات؟ هذه المواجهة الثالثة التي تجمعهم في 20 يوم، لأن يعني الفريقين تقابلوا في مباراة الذهاب، وبعد ذلك بأيام قليلة تواجهوا في بطولة الدوري، وبعد ذلك بأيام قليلة يعودون لمباراة اليوم. في غضون 20 يوم 3 مواجهات ما بين باولو سوزا وغوران، ما بين شباب الأهلي وعجمان، وأذكر أن المواجهتين انتهت لمصلحة شباب الأهلي. الآن المواجهة الثالثة لمن تكون؟ هنا الاشتراك، التصادم، بوغدان بلانيتش دافع الصربي بصحة جيدة يعود لإكمال المباراة. تصادم في اللقطة الماضية، الكرة تعود باتجاه بوغدان. يا بوغدان 32 سنة، مدافع طويل بالقابة، 1.91 متر. أصبحت في الجهة اليسرى بداية هجمة
انطلاقة، النقبي يعيدها بلمسة جميلة، التمريرات باتجاه يوري، النقبي مرة أخرى، الله الله الله، على لمسة، على تمريرة، على هدية، سواريز في وضعية التسلل. يا سواريز، سواريز الذي قدم نجاحات كبيرة مع بنياس. تالي شباب الأهلي استطاع أن يأتي بسواريز هذا الموسم وأن يكون إضافة هنا. حالة التسلل التي كانت على القميص رقم 8، الراية من المساعد أحمد العبدولي، عندنا سلطان عبد الرزاق يدير هذه المباراة، أحمد العبدولي وليد القرمطي على مستوى المساعدين، ولدينا عادل النقبي أحمد الراشدي بالمناسبة على مستوى تقنية الفار، وزايد النعيمي حكما رابعا بالتوفيق في إدارة هذه المباراة نحو بر الأمان. طيطش وفترة التقاط الأنفاس، وعندنا جماهير عجمان التي تأتي، وجودها وما قبل المباراة تشعر أن الجماهير متفائلة بفريقها. الفوز الخسارة هذا أمر وارد، لكن تتحدث عن جماهير تثق بفريقها أنها بالفعل بهكذا ثقة كبيرة جدا أن الفريق قادر على أن يذهب بنتيجة إيجابية، أن يقدم صورة جميلة، أن يقاتل بصورة ممتازة. جماهير تثق بالأسماء الموجودة، بكوران وعجمان عنده من الأسماء القادرة على عمل الكثير في هذا الموسم. عندنا كرة جميلة باتجاه جونيور، العرضية والرأسية، مرت الكرة، عدت حمد المقبالي، فرصة كانت باتجاه المرمى إلى خارج أرضية الملعب، جونيور يهديها، وبعد ذلك الرأسية حضرت من جانب عزارو. شوف الكرة، اللاعب الجامايكي هو من قدمها عرضية. يا جونيور، كرة مرت من الجميع، غادرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. من سيكون صاحب بطاقة الصعود الثامنة في ليلة نترقبها وننتظرها هنا في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث مباريات الإياب. مباريات الإياب، العين فاز على اتحاد كلبة 3-1 وتأهل الزعيم، النصر فاز على العروبة 2-1 وتأهل العميد. هذه الكرة من جانب حمد المقبالي، أبعدها، الضغط كان جميل من جانب وليد أزارو. شارجة فاز على خورفكان 2-1 وتأهل كذلك. بنياس كسب تبا الحصن 3-0 وتأهل. هذه محاولة خطيرة من جانب شباب الأهلي، لا زالت في متناول سواريز، أرسلها إلى النقبي، النقبي والتصويب، كرة إلى ضربة مرمى، النقبي جرب القدم اليمنى، القائد عندما وجد المساحة قال لك هبة بالقدم اليمنى، قد تصل، قد تحرك الشباك، هذه المساحة كانت موجودة، وبعد ذلك التصويبة ما كانت باتجاه الخشبات الثلاثة، وبالتالي مرت وعدت الفرصة. شوف باولو سوزا، باولو سوزا يكلم عبد الله النقبي يقول لك كان بالإمكان أن تذهب إلى خيار أفضل، عندك لعيبة اثنين منطلقين مندفعين، وكان بالإمكان أن تأتي تمريرة يكون فيها الحل أفضل. البطايح هذا المساء فاز على الجزيرة 2-1، لكنه بمجموع المباراتين تأهل الجزيرة، وننتظر أن الجزيرة فاز في مباراة الذهاب بالثلاثة. وعندنا الكرة الآن موجودة، أصبحت في الجهة اليسرى، نقترب من الدقيقة 20 عزيز المشاهد والمتابع في كل مكان، والأمور لا زالت هادئة، لكن في أي لحظة قد تشتعل. من سجل هدفي مباراة الذهاب سردار آزمون يغيب عن هذه المباراة، لأن يعني شباب الأهلي في مباراة الذهاب فاز 2-0،
وكانت بالمناسبة أول مباراة رسمية للفريقين. أول مباراة رسمية هذا الموسم للفريقين. كرة في الجهة اليسرى، التمريرة جميلة، المحاولة كالمعتاد تأتي من جانب محمد سمول الذي يتحرك. بلال يوسف، أصبحت إلى جونيور، جونيور والمهارة من اللاعب الجامايكي، عدى بصورة ممتازة ولا الله يتلاعب ويأتي بتم أوهو، ولا زالت خطيرة، وحكم المباراة أشار على وجود صافرة وخطأ لمصلحة إياغو سانتوس. لكن عندك جونيور يقدم هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الله 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 الله، يتلاعب كما يحلو له هذا اللاعب الجامايكي، عد وصال وغنى بصورة جميلة للبركان، لكن الكرة العرضية الإشارة على وجود خطأ وسط الاعتراض، وسلطان عبد الرزاق يقول له ما في اعتراض، اتخذت القرار، والأمور فيها خطأ لمصلحة شباب الأهلي. كرة ترسل شباب الأهلي بهذا الهدوء، الهدوء اللي يوديك لدور الثمانية. صفر يذهب بالفرسان إلى دور الثمانية، والمنتصر أو المتأهل من هذه المباراة، المتأهل من هذه المباراة سيقابل النصر في دور الثمانية. مهارة جميلة في المرور، وأصبحت التمريرة إلى كون سانتوس، كون سانتوس يرسلها في الجهة اليسرى، يوري يوري يستقبل، ويوري لا زال يحاول، مساحة من أمامه مغلقة، جونيور جامايكي يبحث عن المرور في هذا المكان، كرة تعود، حذار يا ميلوش، ميلوش 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 الذي كان مع الجزيرة لأربع سنوات تقريبا، قدم فيها الكثير من النجاحات، وعجمان يحضر ميلوش من أجل أن يكون القوة الدفاعية، وهذه لعبة خطيرة، البركان أزارو أزارو، الله، فرصة كاد أن ينجح فيها وليد أزارو في زيارة الشباك، عجمان لا زال يهدد، عجمان يقترب، أيمن الحسوني، أيمن أيمن أيمن، الله يا أيمن، لمسة جميلة، الجامايكي جونيور يتلاعب كما يحلو له، والتمريرات لمصلحة عجمان لا زالت مستمرة، العرضية المقبالي من المنتظرين، المقبالي أبعدها، المقبالي خلصها، وعجمان بالإمكان أن يسجل في أي لحظة، قد يثور البركان، محمد سمول الله على المرور، الله على الكرة العرضية، دفاع في قمة الامتياز، يبعد ينقذ، شباب الأهلي يتراجع، عجمان يندفع للأمام، محاول الآن من أجل بداية هجمة وانطلاقة، لوكا لوكا الصربي بخبرة السنوات يحتفظ بالكرة، تعود الكرة باتجاه لوكا، محمد المقبالي تأخر فيها بعض الشيء، لكنه سرعان ما صحح الأمور وأرسل كرة عالية تصل في قبضة علي الحوسي. ننبض بحب البرتغال، هذه اللافتة الكبيرة الموجودة على مدرجات عجمان، وهذه الكرة الآن عن طريق كون سانتوس، البدايات الأولى، التمريرة كانت ذكية، لكن عندك مدافع بقيمة ميلوش يبعد الكرة ويعطي الهجمة، كانت خطيرة يا وليد أزارو، على هذه اللعبة، على هذه الفرصة، حارس المرمى المقبالي، وبعد ذلك تدخل من لوكا، هنا محاولات كانت حاضرة، لحظة ثار فيها البركان من أجل أن تثور المباراة، من أجل الأمل، لكنه لم يوفق في التسجيل، وبالتالي فرصة عدت ومرت. أصبحت الآن لشباب الأهلي سلطان عبد الرزاق، سلامان سلامان، لاعب ساقط في أرضية الملعب، أتمنى له السلامة وأن يكون مشافى معافى، هنا الجهاز الطبي، وليد أزارو
مهاجم رائع وإمكانيات جميلة، وعجمان استطاع أن يحافظ عليه هذا الموسم. سيد قران 52 سنة، لعيبة يستغلون فترة التوقف، وبالتالي التقاط الأنفاس، شرب المياه، الأجواء لا زالت حارة. وليد أزارو 29 سنة، الأنظار تتجه إليه عادة عندما يتعلق الأمر بالحسم. ولدينا محاولة من جانب شباب الأهلي، ضربة ركنية بالأقدام الصربية، لوكا وخبرة السنوات، لوكا هو من يتقدم، القميص رقم 40 من أجل فرصة لشباب الأهلي الرأسية، تم الإبعاد، النقبي حصلها، تمريرة جميلة، محاولة خطيرة، لو عدت، لو مرت مؤنس دبور، كان ينتظر دبور، الكرة عادت لمصلحة شباب الأهلي. شوف المدرب، شوف باولو سوزا يطالبهم بالكرة أمام لوكا، مر لوكا، عدى، العرضية لم تكن مثالية يا لوكا، المرور كان حلو، المهارة كانت عالية. سواريز، لوكا، سواريز بالقدم اليسرى، النقبي، تمريرات سريعة، شوف التحضير، ولاحظ النقلات الجميلة، ولاحظ يوري يتلاعب، وعندك قدم يسرى ممتازة للتصويب، ولا زالت الكرة باتجاه بوغدان، أرسلها إلى كونسانتوس، كونسانتوس هرب، كونسانتوس عدى، لكن صعب، صعب، اختار الحل الصعب، اختار الحل الصعب، هو لاعب مهاري، إمكانياته جميلة، لكن ذهب باتجاه الزحمة، زحمة يا دنيا، زحمة في هذا المكان يا كونسانتوس، كان بالإمكان أن ترسلها عرضية بصورة أسرع، لكنه فضل مهارته وعلى ذلك فرصة عدت. لا تلعب بالنار في هذا المكان، لا تلعب بالنار في هذا المكان، حتى لو كان السيد كوران قال لكم تحضرون من الدفاع وتبدون، لا لا تلعب بالنار في هالمكان، عليك أن تكون بتركيز أكبر، في بعض الأحيان إرسال الكرات الطويلة يكون حل جيد، يكون حل جيد، لأن التمريرات اللي تكون بهذه الصورة قد تشكل الكثير من الخطر. كونسانتوس يبدأ الخطر، تمريرة باتجاه سواريز، وين يا سواريز، وين وين يا سواريز، كرة بعيدة كل البعد، باولو سوزا المدرب البرتغالي يعلم أنه قادم هذا الموسم لبيت الفرسان، هذا البيت المليء بالإنجازات، يعلم شباب الأهلي أنه يريد المزيد من الإنجازات، وبالتالي التعاقد مع مدرب بقيمة هذا الرجل البرتغالي. أخطأ في الاستلام لكنه سرعان ما عاد للتصحيح، إياغو سانتوس أرسلها إلى بوغدان، كرة من أجل بداية هجمة، سواريز في هذا المكان مراقب بلاعبين اثنين، يحتفظ بالكرة، يجبر لاعب عجمان على إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا الرجل في المؤتمر الصحفي يقول نحن جاهزون، مدرب عجمان يقول احنا جاهزين من أجل نتيجة إيجابية، التفاؤل كبير جدا رغم أنه يقابل شباب الأهلي، وهذه البطولة بطولة مفضلة لشباب الأهلي، كيف لا، وهو أكثر من حقق اللقب. يوري هرب، تمريرة جميلة، انطلاقة خطيرة للفرسان، العرضية تم إبعادها من بلال يوسف، إنقاذ الهجمة، يوري يعود مصدر الإزعاج، الخطورة، يتحرك في كل مكان، هذا اليوري في كل مكان يتواجد، جهة اليمنى والجهة اليسرى، ومن العمق وسريع وتمريرات، يوري مباراة جميلة يقدمها القميص رقم 57. سلطان عبد الرزاق يوقف اللعب، استراحة التبريد، وقت الراحة، الفترة التي يعطيها القانون لحكم المباراة متى ما شاهد أن الأجواء حارة، متى ما شاهد أن اللعيبة مرهقين بالإمكان أن يوقف اللعب، يطلب منهم التقاط الأنفاس، شرب المياه، جاء
جماهير عجمان هنا والسيد باولو سوزا هنا. ولاحظ هذا الرجل الحماس الكبير، الرغبة الواضحة، الأحاديث، التوجيهات، درب في أندية عديدة، ليستر سيتي الإنجليزي، فيورنتينا الإيطالي، بوردو الفرنسي، فلامينغو البرازيلي، درب منتخب بولندا. تتكلم عن باولو سوزا بهكذا خبرة كبيرة جدا، يأتي لفريق كبير شباب الأهلي الذي لا يشبع من البطولة. شباب الأهلي بالمناسبة عنده 5 ألقاب، عنده 5 ألقاب شباب الأهلي، وهو أكثر من توج بلقب كأس الرابطة، نعم، بمسمى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للسنة 3 على التوالي. هذه البطولة التي حملت مسميات مختلفة، بدأت بكأس الاتصالات وكأس المحترفين وكأس الخليج العربي وكأس رابطة المحترفين، والآن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مرت ب5 أسماء في 16 نسخة السابقة، ونحن الآن في النسخة 17، وما بين جماهير شباب الأهلي وجماهير عجمان لا زال الانتظار ولا زال الترقب ولا زال التفاؤل موجود، ويا حالات التفاؤل، التفاؤل في كل مكان، في كل المناسبات، في كل الظروف. التفاؤل حلو في الحياة، تكون متفائل، ما تفقد الأمل، ليس فقط في كرة القدم لكن في كل مجالات الحياة. التوجيهات والتعليمات تعطى لوليد عزارو في اللحظات التي لا زالت متبقية من الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الأول. عندنا 13 دقيقة لا زالت حاضرة من الوقت الأصلي، هذا غير الوقت اللي راح يكون حاضر بساعة سلطان عبد الرزاق الحكم الذي يدير المباراة بصورة ممتازة. كرة في متناول إياغو سانتوس البرازيلي، لمسة خطيرة باتجاه يوري، يوري انطلق، يوري تقدم، هنا الخطورة، كون سانتوس، التمريرات، من يتابع، من يكمل، يأتي أنس مطيطش يبعد الكرة، أصبحت باتجاه فرج بن نجيمة، اللاعب التونسي فقد الكرة، عبدالله النقبي حصلها في الجهة اليسرى، خطيرة لشباب الأهلي، التمرير لم تكن سليمة، التمرير لم تكن سليمة، لمسة من جانب إياغو، التمويه من جانب رينان دا سيلفا، جميل البدايات والانطلاقة لا زالت خطيرة، تصويب، أوبو، ياهي قذيفة، مونس دبور، والخطورة لشباب الأهلي لا زالت مستمرة، سواريز قدم يسرى جميلة لكنه يفضل كونسانتوس، الله، يوري السلام، لكن عندك علي الحوسني يبعد هذه العرضية، يبعد هذه الكرة بعد سلسلة من التصويبات، من التهديدات، من النقلات، وهذه الكرة القوية من مؤنس دبور، الحوسني في المرصاد، علي الحوسني في المرصاد يبعدها، شباب الأهلي يعود للسيطرة والاستحواذ، هنالك من يصول ويجول، هنالك من يقدم مستويات جميلة. كرة في الجهة اليمنى، تبدأ بأقدام بوغدان، عصر بي إلى يوري كالمعتاد، سواريز يهرب، لازال يحتفظ بالكرة، التمريرة جميلة، لو عدى، لو مر، لوكا والسيطرة، الفرسان بهكذا سيناريو يبحثون عن هدف، لوكا، سواريز، مساحة مغلقة أمام سواريز، يعرفون قيمته، لأن لو وجد مساحة عنده قدم قوية جدا يستطيع من خلالها التهديد. إنقاذ الكرة من جانب فرج بن نجيمة، شباب الأهلي بدأ الآن يذهب للأمام، ينطلق للأمام، يتقدم أكثر للأمام، وعجمان يعتمد على المرتدات والانطلاقات، هنا الخطير، هنا زارو، حالة السقوط، يطالب بخطأ، سلطان عبد الرزاق يقول ما فيها شيء، وليد أزارو كان في قمة الزعل، يطالب بخطأ لمصلحته، أصبحت الآن مرتدة،
سواريز. شوط الأول لا زال فيها 10 دقائق من الوقت الأصلي ولسه المباراة فيها من الإثارة. هذه النتيجة تذهب بالقمصان الخضراء إلى دور الثمانية حيث مواجهة العميد. إن استمر الحال على ما هو عليه ميلوش صخرة الدفاع والقوة الكبيرة. جونيور طالت الكرة من أمام جونيور إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللعبة التي كان يطالب فيها بخطأ وليد أزارو. التدخل من جانب إياغو سانتوس حكم المباراة أشار إلى الاستمرار. يا وليد الأعين تراقبك يا أزارو. الجماهير البرتقالية تناظرك. محبي البركان النظرات باتجاه أزارو. وسلطان عبد الرزاق في التحذير. تحذير شفل من جانب سلطان عبد الرزاق. إرسال الكرة من مكان طبعا الخروج المستديرة. وعندك رمية تماس تنفذ. كون سانتوس. يوري يفقد الكرة. جونيور بالقوة الجسمانية لا مجال للمرور. هنالك بوغدان وأياغو متواجدين في المنظومة الدفاعية لشباب الأهلي. وهنا الهجمة والانطلاقة. لوكا يا لوكا. لوكا يناظر. يتأخر لوكا. كان بالإمكان أن يرسلها للأمام بصورة أفضل. عندك 3-4 لعيبة متقدمين لكنه فضل هكذا هدوء في إرسال الكرة كالمعتاد. شباب الأهلي يحضر فرصة. بوغدان كرة ترجع إياغو سانتوس الرجل الذي لعب في الدوري السعودي مع الشباب السعودي آخر محطاته وقبل ذلك مع التعاون السعودي. تتكلم عن إياغو سانتوس البرازيلي. استلام جميل من جانب سواريز. جونيور هنا من أجل الإيقاف. وباولو سوزا غير راضي عن النتيجة. عجمان الذي يتفائل في ملعبه لأن يعني آخر 3 مباريات في هذا الملعب في هذه البطولة ما خسر. وبالتالي تفاؤل في هذا الملعب وحافز كبير أن يواصل النتائج الإيجابية. وعندنا كرة خطيرة الآن لشباب الأهلي. النقبي ما أرسلها بصورة جيدة. عبدالله النقبي صعب من مهمة الفرصة الماضية التي أصبحت الآن مرتدة. وليد أزارو وحيدا لكن مهاراته إمكانياته خبرته. أرسلها ذكية باتجاه أيمن الحسوني من مغربي لمغربي. الكرة هربت لكن شوف الذكاء. شوف التمريرة. شوف وصول دفاعات شباب الأهلي. حكاية هذه التمريرة. ولو كان أيمن الحسوني متقدم خطوة للأمام لاصطادها وشكل خطورة على مرمى المقبالي. في تمريرة من جانب أزارو ضرب فيها الدفاعات وكاد أن يضرب فيها الشباك. الحسوني المندفع القادم الذي كان قريبا جدا من التهديد إلى ضربة مرمى. مرت وعدت فرصة في قمة الخطورة. النقبي بامتياز القائد الذي يحافظ على كرته. لوكا في الجهة اليسرى. تعود المحاولة. بداية هجمة وانطلاقة لكن الكرة أصبحت باتجاه أزارو. أزارو والاستقبال. أزارو إلى جونيور. جونيور وحيدا. جونيور أنت ومهاراتك. أنت وإمكانياتك. أنت وسرعتك يا جونيور. الطريق مغلق. الطريق مغلق. هنا لاعب بإمكانيات بوغدان يستطيع أن يوقف أي مهاجم. قوة وصلابة وخبرة وحضور وتركيز. إياغو سانتوس برازيلي باتجاه لوكا. يتحرك لوكا في كل مكان لكنه بحاجة إلى تمريرات أسرع. أنا أعتقد أن لوكا بحاجة إلى أن يأتي بتمريرات أسرع.
تكون أكثر خطورة وتشكل الفارق بالنسبة لشباب الأهلي. أصل الكرة يكون هادي بعض الأحيان بحاجة. الله الله على تمريرة الحوسني في لحظة حاسمة يأتي هذا الرجل علي الحوسني. الكرة كانت قريبة وكان بالإمكان أن تكون هجمة لكون سانتوس وأن يصطاد الهدف، لكن يأتيك الحوسني في اللحظة الممتازة في الوقت الممتاز، يخرج هذا الرجل وينقذ فريقه من هدف مؤكل. القائد في اللحظة المثالية، هكذا تحتاج حراس مرمى، هكذا تحتاج حراس مرمى بيقظة بفكر بتوقع سليم. يأتيك علي الحوسني وكان طبعا في قمة اليقظة، كان متوقع مثل هكذا هجمة. لما تتوقع وتكون حذر من الطبيعي جدا أن تتمكن من الإبعاد وأن تكون حاضرا في اللحظة المناسبة. وعندنا محاولة من جانب لوكا، لوكا الله التمريرة جميلة، لكن دفاعات حجمة كالمعتاد، إغلاق المساحات، إبعاد الفرصة، الانطلاقة. باولو سوزا يتكلم مع لاعبينا يقول لهم المساحات، يقول لهم المساحات. محمد سمول هو من يأتي بالتمريرة، تعود للكرة مرة ثانية محمد سمول في هذا المكان. لو عد المغربي لو مر، لكن سواريز يحرم من المرور، يقف أمامه، يبعد الكرة إلى ضربة ركنية. آيا كوران، آيا كوران أتى خلفا للمدرب الروماني إنسايلا. إنسايلا الموسم الماضي حقق نجاحات ممتازة مع عجمان بالمناسبة، عند رقم ممتاز 9 مباريات بلا خسارة. وعندنا كرة موجودة لا زالت خطيرة باتجاه جونيور، جونيور جونيور كونسانتوس يبعد، سواريز يتدخل، مؤنس دبور الواجبات الدفاعية خطيرة لمصلحة عجمان. الله عليك مقاتل بلال يوسف، تعود الكرة خطيرة، التمريرات جميلة والكرة تبعد والصافرة تشير على وجود سلطان عبد الرزاق 44 سنة، حكم الذي بدأ المشوار في عام 2007. هذه الكرة التي انحط فيها خطأ واضح يا وليد أزار، يا وليد أزار خطأ واضح، المسك واضح على إياغو سانتوس. الآن مع تقنية الفار، حتى لو ما شاهد حكم المباراة تقنية الفار ترصد كل صغيرة وكبيرة. وعندنا محاولة خطيرة، مؤنس دبور كرة في الجهة اليسرى، بداية هجمة وانطلاقة. سعيد سليمان يحاول، الكرة ترجع، بوغدان يتقدم الصربي، كرة أقصى الجهة اليسرى، يا السلام مؤنس دبور، وين وداها دبور؟ بعيدة، مؤنس وداها بعيدة، كان ينظر إلى الزاوية البعيدة من المرمى، لكن الكرة ذهبت بعيدة جدا وأصبحت في متناول البركان عجمان. نحن على بعد 2 دقيقة من الوقت الأصلي، 0-0 شوط أول يقترب من نهايته، 0-0 شوط أول لم تتحرك فيه الشباك. حمد المقبالي وعلي الحوسني شباكهم لا زالت صامدة، إلا إذا جونيور راح، جونيور مرر، هذه خطيرة، هذه خطيرة. البركان يهدد في هذه اللحظات العرضية، الفرصة لم تكن بحاجة إلى هذه القسوة، كانت بحاجة إلى هدوء أكبر. أيمن الحسوني وتمريرة باتجاه أزارو، الطريق مغلق من جانب القائد عبد الله النقبي، لكن الضغط مستمر. محمد سبول المغربي المقيم الذي يأتي بتمريرة باتجاه زميلة أنس الطيطش، شوف اللمسات جميلة. عجمان يقدم شوطا أول مقنع بالنسبة لأنصاره، حتى وإن لم يسجل لكنه يقدم شوط أول بامتياز، يواجه فريقا كبيرا بقيمة شباب الأهلي لكنه لا يتراجع. كوران يعطي التعليمات والتوجيهات، الله يا محمد، عدة مر قوية باتجاه المقبالي، الكرة باتجاه القفازين يا محمد سبول. المغربي الذي كان يريد أن يكمل الطريق، لكن الكرة وصلت في المكان اللي واقف فيه حمد المقبالي.
سيطر عليها، روضها، حصلها، أرسلها عالية باتجاه يوري. محمد سبول كالمعتاد شعلة نشاط وتحرك ممتاز لهذا الرجل الذي يقدم شوط أول بصورة رائعة خطيرة. هذه مونس دابور، مونس دابور جميلة، القائد عبد الله النقبي، خطورة للشباب الأهلي. عبد الله مر، عبد الله مرر، لا زالت، يا سلام، اللعبة في قمة الخطورة يا عبد الله، يا عبد الله، كان بالإمكان أن تكون العرضية أفضل، كانت في وضعية مريحة، لم يكن تحت الرقابة المباشرة، لكنه لم يمرر، أصبحت مرتدة. محمد راح، محمد انطلق، سرعة هذا اللاعب المغربي، أوبو، كلام كبير، البركان ينفجر، والمباراة أصبحت في قمة الإثارة. عجمان يبدأ التسجيل عن طريق وليد أسارو، هذا الهداف الذي يعرف الطريق، الكرة تصل إلى مرمى المقبالي، وجمهور البرتغالي في قمة السعادة على التمريرة، التمريرة بامتياز. محمد سبول من مغربي إلى مغربي، هكذا الحكاية وهكذا النهاية، وابتسمت الأمور لأصحاب الأرض أمام وليد أزارو. الأمور انتهت في هذا المكان، حاول المقبالي الإبعاد لكن الشباك تحركت وعجمان تقدم، والإثارة الكبيرة تبدأ من هنا، الإثارة الكبيرة تبدأ من هنا. عجمان يسجل ويشعل المواجهة، عجمان متقدم 1-0، لكن طبعا الأمور الآن مجموع المباراتين شباب الأهلي لا زال بهدفين لهدف، مجموع المباراتين، لأن شباب الأهلي فاز في الذهاب 2-0، وعجمان متقدم الآن بهدف مقابل 0، هذا يعني أنك أمام 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضايع ستكون في قمة الإثارة، وأمام شوط ثاني سيكون مثيرا هنا في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث البطولة التي فيها الإثارة وفيها القوة وفيها الجمال وفيها المتعة وفيها هكذا تنافس. الورقة الثامنة لمن ستكون؟ جمهور عجمان يتفاعل أكثر وأكثر، يقولك إن سجلنا هدف ثاني، إن عادل النتيجة يكون شباب الأهلي في الذهاب فائز 2، عجمان لو سجل الثاني يكون فائز 2، نذهب إلى ضربات الترجيح مباشرة. شباب الأهلي من الجانب الآخر يقول لك إحنا تحت الضغط وما راح يستمر الضغط كثير، إحنا محتاجين نسجل، نعادل، نرجع وحوار باولو سوزا مع غوران جونيور. هذا الهدف سيجعل المباراة مثيرة، يرفع الحوافز بالنسبة لعجمان. عجمان اللي عنده حافز كبير، يا ستار، كرة عرضية والخطور لا زالت قائمة. أزارو في هذا المكان، العرضية باتجاه جونيور، الطريق مغلق والإبعاد بامتياز لا زالت خطيرة. محمد سبول، كرة باتجاه أنس مطيطش، محمد سبول كالمعتاد بتحركاته الجميلة، الله على المرور، يا محمد بالتمريرات إلى جونيور، الحكم يشير إلى وجود خطأ. محمد القميص رقم 22، يا لعيب، يا فنان، يا مهاري، يا مقاتل، أنت من تقدم الكثير من الحلول الجميلة في هذا الشوط لكتيبة عجمان التي تتقدم بهدف مقابل 1-0. المواجهة الثالثة ما بين الفريقين في 20 يوم، المواجهة الثالثة في 20 يوم، لأن مباراة الذهاب كما ذكرت فاز شباب الأهلي 2-0، ومباراة الدوري فاز شباب الأهلي 2-1، ومباراة العودة الآن في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، عجمان يتقدم بهدف ونلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضايع من شوط المباراة الأول. البرتغالي تحت الضغط، باولو سوزا المدرب البرتغالي،
فرصة، محاولة، انطلاقة، آخر الكرات في شوط المباراة الأول. عبد الله النقبي يبحث عن الحال، سواريز لا يقدم الإضافة الكبيرة المرجوة في هذا الشوط. هنا كرة باتجاه كون سانتوس، كون سانتوس مراقب محاصر، كون سانتوس يحاول أن يكسب خطأ، حكم المباراة يقول له كمل، تابع، واصل، استمر. لا زالت الكرة، هل يعود؟ هل يعادل رينان دا سيلفا؟ رينان لمسة باتجاه سعيد. شباب الأهلي في آخر المحاولات وآخر الفرص. لوكا، يسقط لوكا والحكم يشير إلى صافرة. عندنا خبرات، عندنا حضور، عندنا أسماء وصلت إلى المباراة النهائية وتواجدت، وعندنا شوط ثاني من المنتظر أن يفي بالوعود عطفا على ما شاهدنا في الشوط الأول. بداية الأحداث للحصة الثانية والانطلاقة لمباراة فيها 45 دقيقة موعودة بالإثارة والقوة والجمال والمتعة. أزارو وكرة راسية، تم الإبعاد والإنقاذ، وصلت باتجاه رينان دا سيلفا الذي أعادها في الجهة اليمنى. بداية محاولة، يوري حصلها، يوري يحاول الاحتفاظ بالكرة، جونيور تحت الضغط، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. لدينا طبعا المباراة فيها تبديلين، شاهدنا كارتابيا يتواجد، شاهدنا روشا كذلك البرازيلي الشاب ابن 21 عام، الورقتين اللي اختارهم السيد باولو سوزا. وعندنا الكرة التي أشار من خلالها حكم المباراة على وجود خطأ. هذه اللعبة مونس دابور، التصادم والالتحام والخطأ تم احتسابه، أصبحت في الجهة اليمنى. بداية هجمة لعجمان، عجمان يحافظ على نفس الأسماء التي بدأ فيها المباراة، الطريقة التي قادته نحو الأفضلية أداء ونتيجة وحضورا، وقدم شوط أول مذهل. هذا هو كارتابيا، اللمسة الأولى للاعب الذي غاب عن شباب الأهلي بداعي الإصابة، لكنه يعود اليوم من أجل إصابة هدفه الصعود إلى دور الثمانية. عندنا كرة موجودة تبعد، تم إبعادها في المناسبة الأولى من جانب فرج بن نجيمة، وحكم المباراة بصافرة الإعلان عن وجود خطأ ضد يوري. هذا يوري. الكرة كانت باليد، وبلال يوسف يكسب الخطأ لمصلحته. أصبحت في الجهة اليمنى، انطلاقة، محاولة عن طريق هيكل الشيخاوي، المهارة التونسية والعرضية، كاد أن ينجح في كرة مثالية. طبعا من ترك أرضية الملعب كون سانتوس من جانب شباب الأهلي هو من ترك أرضية الملعب، ويبدو أن عبد الله النقبي كذلك. وعندنا بطاقة صفراء على أنس الطيرش، لاعب عجمان يحصل على الكرت الأصفر. الوقوف أمام كارتابيا، يعلم أن هذا النجم متى ما انطلق وراح يصعب إيقافه، وبالتالي مطيطش قال لك أوقفه من هذا المكان، من هذا المحطة. هنا سواريز، القدم اليسرى الجميلة، يا سواريز، الكرة كانت جميلة، لمسة بدأت بامتياز، بعد ذلك المهارة عدة من الله على مرتين، أخذ المدافع، تجاوز بلال يوسف بمهارة عالية وأرسلها قوية باتجاه المرمى. مؤنس دابور كان يصرخ ويقول مرر لي الكرة، ارسل لي إياها، لكن سواريز اختار حل التصويب الذي لن يحرك شباك البركان. كانت لعبة في قمة الخطورة، مباراة لا زالت مثيرة، لا زالت مشتعلة. هيكل الشيخاوي، وليد أزارو، محمد سبول، الأسماء الهجومية التي تشكل الخطورة بالمرتدات على حمد المكبالي وعلى هذا الرجل باولو سوزا. باولو سوزا يريد أن يسير على خطى
الأسماء التي حققت الإنجازات والبطولات لشباب الأهلي في هذه البطولة، 5 ألقاب لشباب الأهلي، 2 مع كوزمن، لقب مع كيكي فلوريس، لقب مع رودولفو، لقب مع مهدي علي، 5 ألقاب كأكثر الأندية تتويجا بلقب هذه البطولة تاريخيا. هنا الاستقبال من جانب روشا البرازيلي، حطها إلى البديل الآخر كارتابيا، من بديل إلى بديل، من يبدل النتيجة؟ بوغدان أعادها باتجاه كارتابيا. كارتابيا المتعطش لأن يلعب كرة قدم غابة، لكنه يعود في الشوط الصعب، في شوط الضغوطات. يا سلام يا سلام، يوري عدى، يوري يطلب الكرة، هاتو خذ، لمسات ونقلات، أوبا، يا لها من تصويبة، يا لها من كرة أرسلت قوية من جانب سعيد سليمان، لكنها لم تذهب باتجاه المرمى، عدت إلى خارج أرضية الملعب. شوف التمريرة كانت جميلة، يوري قدمها بامتياز يا سعيد، كان يبحث عن السعادة يا سعيد، لكن التصويبة كانت بعيدة. مرت وعدت فرصة كان بالإمكان أن تعيد شباب الأهلي إلى 1-1 وأن توسع الفارق بمجموع المباراتين وتعطي الاطمئنان أكثر. الاشتباك بالرؤوس، ريكيل هرنانديز روشا على القميص رقم 16، الورقة التي اختارها باولو سوزا في الشوط الثاني. سلامات، لاعب ساقط في أرضية الملعب، نتمنى له السلامة. أنس مطيطش اللاعب المغربي يتلقى العلاج، مطيطش اللي عنده بطاقة صفراء بالمناسبة في شوط المباراة الثاني. هنا جماهير عجمان، جماهير عجمان ما بين السعادة بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، وما بين انتظار أن تزيد غلة الأهداف لتزيد الحظوظ من حيث الصعود. 1-0 رغم تقدم عجمان في النتيجة، لكن ورقة الصعود لا زالت في قبضة شباب الأهلي. يا سلام، يوري يتلاعب، يوري يمرر، يوري يستلم، أوبا، حكاية اسمها يوري، يا له من هدف، تلاعب يوري بالجميع وحرك شباك البركان وأعاد شباب الأهلي نحو التعادل. يا سلام يا سلام يا سلام، ياهو هدف. لاحظ التمريرات، لاحظ النقلات، يوري استلمها وسلم، شوف يوري هذا المرور وهذا، يا لعيب يا فنان، يا لعيب يا فنان، حكاية جميلة، هاتو خذ، وبعد ذلك حرك الشباك، عاد شباب الأهلي من الباب الكبير في مرمى علي الحوسني في توقيت مثالي عن طريق الجميل الفنان، يرسم ويعزف أجمل الألحان. يوري يا يوري، يوري وابتسامة، يوري والفرسان، يوري الذي أعادهم في اللحظة التي كان ينتظر باولو سوزا أن تعود الأمور سريعا من أجل أن تكون الأمور في الشوط الثاني أفضل وأجمل، وورقة العبور تقترب من الفرسان بعد العودة باتجاه 1-1 لا زالت خطيرة. سعيد سليمان، سعيد سليمان يحاول، كرة في الجهة اليمنى، عجمان يتراجع في الشوط الثاني. السيد كوران في الشوط الأول قدم مباراة جميلة، كان مهاجما، كان يذهب للأمام، أجبر شباب الأهلي على التراجع، لكن في الشوط الثاني البركان ذهب بكير باتجاه الدفاع عن هدفه، الاعتماد على الكرات المرتدة. هذه الأمور وهذا السيناريو الذي جعل شباب الأهلي يندفع بصورة أقوى واستطاع أن يعادل النتيجة عبر القميص رقم 57، يوري الفنان، يوري الفنان بحكاية من الحكايات الجميلة، بهدف من الأهداف الجميلة، هاتو خذ،
استلام واستقبال ولمسه لا كلام كبير يا يوري، كلام كبير يا يوري. يوري سيزار سانتوس خطأ ضد بلال يوسف، يتحرك جوران الآن. واحد واحد تعادل ما يرضي السيد جوران لأنه سيخرج خارج حسابات البطولة. السيد جوران اللي يقول السنة الماضية وصلت لآخر مباراة في البطولة، هذه السنة أطلع من أول جولة في البطولة. هكذا كرة القدم، أيام تبتسم لك وأيام تدير ظهرها، أيام تجعلك في قمة السعادة وأيام تعيش من خلالها لحظات صعبة جدا. عجمان لم يستسلم، عجمان يقاتل، عجمان بهكذا صورة جميلة. عندك هذه الكتيبة يا بركان، عندك هذه الأسماء يا عجمان، عندك أزارو، عندك الشيخاوي، عندك جونيور، عندك مطيطش، عندك وعندك وعندك أسماء قادرة على أن تعود نحو التقدم مجددا، أسماء تهدد مرمى شباب الأهلي. تتكلم عن شباب الأهلي، تتكلم عن الكبير، تتكلم عن أكثر من حقق البطولة، تتكلم وتستطيع أن تذهب باتجاه مرماهم وأن تهددهم باستمرار. بلال يوسف والضربة الركنية الرأسية تحضر من جانب عبد الرحمن أحمد، الكرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية أو إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى. هذا التعادل وسع الفارق إلى هدفين مجددا في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا. أصبح عجمان مطالبا بتسجيل هدفين من أجل الوصول إلى نتيجة 3-1 في هذه المباراة، والوصول إلى 3-3 في مجموع المباراتين من أجل إحياء الحظوظ والذهاب إلى ضربات الترجيع. هذه مهمة صعبة جدا أمام شباب الأهلي الذي استعاد قوته في الشوط الثاني بعد دخول كارتابيا. أصبحت الأمور أفضل، كرة باتجاه الصربي، لوكا، لوكا عدى، لوكا مر، أوبا، الصربي أرسلها أرضية لكنها لم تكن باتجاه الخشبات الثلاث. عدت هذه الكرة سيد جوران، ثلاث لعيبة دفعة واحدة. ما الذي يخطط لها الصربي؟ ما الذي يفكر فيه السيد جوران؟ ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، يريد أن يحافظ على الأمل، يريد أن يحافظ على المباراة، يريد أن يحافظ على حظوظه. روكي يستعد، حسن إبراهيم هو الآخر يستعد، سعود سعيد هو الآخر يستعد من أجل النزول إلى أرضية الملعب. ثلاث بدلاء يدفع بهم السيد جوران، سعود سعيد وروكي وحسن إبراهيم. لماذا يخطط جوران؟ هل يذهب باتجاه المغامرات الهجومية أمام شباب الأهلي؟ هل يستطيع العودة نحو التقدم؟ هل يدفع الثمن باهظا في هذه المباراة وتقلب عليه النتيجة؟ كلها تساؤلات. لكن لدينا حارس المرمى علي الحوسني ساقط في أرضية الملعب، نتمنى له السلامة وأن يكون مشافى معافى بحول الله تعالى. سلامات يا علي، سلامات يا الحوسني. لا زال يتلقى العلاج، وهنا حارس المرمى يوسف أحمد الحارس البديل يجري عملية إحماء. هل يكون هنالك تبديل اضطراري؟ الجهاز الطبي هل يشير إلى السيد جوران تبديل اضطراري؟ تبديل اضطراري. الحوسني لن يستطيع أن يكمل المباراة، ويوسف أحمد سيكون حاضرا. هذه الكرة التي سجل من خلالها هدفا، يوري 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 سجل هدفا، وقد تكون هذه اللقطة التي أصيب من خلالها علي الحوسني. حاول أن يكمل المباراة لكن يبدو أن الإصابة مزعجة جدا، مؤلمة جدا. الجهاز الطبي يطلب من السيد جوران إجراء التبديل. هذا الهدف اللي سجلها عجمان في نهايات الشوط الأول، الله على كرة عرضية،
وبعد ذلك من محمد سبول الذي قدمها لوليد أزارو، وأزارو في المرمى، أزارو في الشباك، أزارو أعلن عن التقدم وعن سعادة عجمان في الشوط الأول. السعادة لم تكتمل لأن الشوط الثاني استطاع يوري بهكذا نقلات، يا سلام، ما بينه وما بين كارتابيا، ما بينه وما بين اللعيب، ما بينه وما بين البديل. شوف كارتابيا هذا اللي اختاره باولو سوزا من أجل هذه اللمسة، من أجل هذه الكرة، من أجل هذه التمريرة، وكأن باولو سوزا مدرب الشباب الأهلي اختارك من أجل أن تأتي بهذه اللمسة، لمسة الحل، لمسة الهدف، لمسة الكرة اللي قدمها إلى يوري. هكذا يفعل كارتابيا، وهكذا أتى لهذه المباراة من أجل أن يقدم الإضافة. يوسف أحمد يستعد للنزول، وسلامات علي الحوسني. الحوسني واحد من الحراس الرائعين المميزين، سنوات طويلة في ملاعبنا يقدم الإضافة الكبيرة، يعاني من إصابة يترك أرضية الملعب، وبإذن الله تعالى نشاهد في الجولة القادمة يعود إلى عجمان، كون واحد من الحراس المؤثرين والمؤثرين جدا، وأحد الأسماء والركائز الأساسية للبركان، يترك أرضية الملعب، الإصابة التي تمنع من إكمال هذه المباراة. يوسف أحمد يستدعى، يوسف أحمد يستدعى، يكون التبديل الرابع. تخيل كوران دفع بثلاثة بدلاء دفعة واحدة، روكي وسعود سعيد وحسن إبراهيم، ويدوب حارس المرمى أصيب أجرى تبديله الرابع. سيد كوران لم يتبقى له سوى تبديل واحد. من جانب شباب الأهلي روشا وكارتابيا بدلاء الشوط الثاني، شباب الأهلي تبديلين، عجمان أربع تبديلات، هكذا السيناريو في الدقيقة 61. حارس المرمى يوسف يأتي بكرة، تعود المحاولة باتجاه الحارس البديل، طبعا أنس القيطش غادر، محمد سبول غادر، أيمن الحسوني كذلك غادر، حارس المرمى علي الحوسني ترك أرضية الملعب مصابا هو الآخر. كارتابيا المهارة في هذا المكان، الكرة تبعد، يطالب بخطأ، لا زال ساقطا، وباولو سوزا يطلب من حكم المباراة احتساب خطأ لمصلحة كارتابيا. اللعب لا زال مستمرا في وسط الملعب. شوف التمريرات الجميلة، يا سلام، لمسة حلوة بدأت من فرج بن نجيمة، الطريق مغلق، الكرة في قبضة الدفاعات، ريلان دا سيلفا بداية هجمة وانطلاقة في وسط الملعب. عبد الرحمن أحمد يأخذ البطاقة صفراء، التدخل على مؤنس دبور، والكرت الأصفر على عبد الرحمن. طيطش عنده بطاقة صفراء، فرج بن نجيمة عنده بطاقة صفراء، الآن عبد الرحمن أحمد هو الآخر يحصل على البطاقة الصفراء. سلامات لمؤنس دبور، يعود مشافة معافى، وعندنا لوكا، لوكا يا لوكا. شباب الأهلي على المستوى المحلي هذا الموسم خاض ثلاث مباريات، مباراتين في الدوري ومباراة في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي. في المباريات الثلاث التي خاضها حقق ثلاث انتصارات، لا يعرف سوى لغة الانتصارات شباب الأهلي. نتائج إيجابية لهذا الكبير، يا سلام، كارتابيا عدى، كارتابيا مر، محاصر بلعيبة اثنين ما عنده مشاكل، يعرف كيف يتصرف حتى في ظل الزحمة، في ظل الضغط، في ظل الزاوية الصعبة يكسب رمية التماس بخبرة كارتابيا. لمسة كعب جميلة يعيدها باتجاه روشا، روشا البرازيلي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ريكيلم هيرنانديز روشا لاعب المقيم البرازيل مع الشباب الأهلي بالقميص رقم 16 في طريقة لتنفيذ رمية التماس. روشا يأتي بكرة، المحاولة
مستمرة عن طريق مونس دابور. دابور يعيد الكرة بعد أن شاهد أن كل لاعبي عجمان متراجعين. ذلك أعيد الكرة باتجاه بوغدان. لمسات حلوة، تمريرة أقرب الإبعاد، وحارس المرمى البديل يوسف أحمد يتدخل. جونيور مرقب بثلاث لعيبة. جونيور الجامايكي مهاراته حلوة، إمكانياته جميلة. هذه النتيجة تعني أن عجمان سيغادر من حسابات هذه البطولة. يا عجمان بذكريات الـ 2013 عندما توج باللقب. عجمان نذكرهم بالتاريخ، نذكرهم بأنهم كانوا أبطالا في عام 2013 يوم أن فازوا على الجزيرة في المباراة النهائية بهدفين لهدف كابي فونكيسي في تلك المباراة، وسجل ريكاردو ريفيرا للجزيرة، وكانت السعادة مع عبد الوهاب عبد القادر يومها توجوا باللقب. هل يتمكن السيد كوران من إعادتهم في هذه المباراة التي تزداد صعوبة؟ الوقت لا زال متبقيا، الوقت لا زال يا هيكل الشيخاوي بالقدم اليسرى، الشيخاوي وكرة تبعد المحاولة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف ميلوش يندفع للأمام، المدافع الصربي من أجل أن يدافع عن الحظوظ. تمريرة بلال يوسف أصبحت في الجهة اليسرى، نقلات جميلة، انطلاقة من هذا المكان من أجل الهرب. جونيور مهاراتك يا جونيور، يعيد الكرة إلى حسن إبراهيم، حسن إبراهيم يرسلها باتجاه بلال يوسف، بلال يعيدها. هل يتمكن عجمان من التقدم مجددا وإعادة الضغط الكبير على شباب الأهلي في هذه المباراة، أم أن الأمور أصبحت في المتناول؟ سنشاهد ونتابع. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، شباب الأهلي يكسب ضربة مرمى. التغطية الدفاعية كانت ممتازة. هذه النتيجة تعني أن شباب الأهلي سيكمل الطريق بذكريات 2012 عندما توج باللقب على حساب الشباب، و2014 توج باللقب على حساب الجزيرة. تمريرة خاطئة، عجمان يحاول، بلال يوسف في هذا المكان، الكرة يا بلال يوسف لا زالت مستمرة، كان بالإمكان أن يأتي بعرضية أجمل. جونيور المهارات، الله عليك لعيب فنان جونيور، أبو يضرب هذا اللاعب الجامايكي كرة أرضية، المقبالي يتصدع. شوف حاول أن يستغل تقدمه ومهاراته وأن يأتي بكرة قوية، المقبالي بالمرصاد واقف صح، أبعته خلصها. كوران لا زال ينام، يتابع يشاهد، يرى أن المهمة تزداد صعوبة. 2017 أيضا توج باللقب على حساب الشباب، 2019 على حساب الوحدة، 2021 على حساب النصر. هكذا شباب الأهلي وذكرياته. كارتابيا الله على تمريرة، التصويبة تعود إلى كارتابيا مجددا. كارتابيا قد يهرب، قد يصوب، قد يأتي بكرة من كراته المعتادة، اصطدمت وغادرت إلى خارج أرضية الملعب. من يحمل الشارة في شوط المباراة الثاني؟ حضوره كان بإضافة حقيقية، باولو سوزا. سنة سيكون هذا الرجل مطالبا باستمرار الإنجازات لشباب الأهلي. باولو سوزا، أنت في قلعة الفرسان، أنت في بيت الإنجازات، أنت هنا في شباب الأهلي، حيث الفريق الذي لا يشبع من البطولات. كارتابيا ضربة ركنية لهذا القائد بالقدم اليسرى، نظرة من جانب كارتابيا وإرسال الكرة للأمام، لا زالت خطيرة، الرأسية والفرصة والمحاولة، الإبعاد في اللحظة المناسبة، وحكم المباراة أشار بصافرة خطأ لمصلحة عجمان. المواجهة رقم 12 ما بين الفريقين في هذه البطولة، هذه البطولة التي كانت بمسميات مختلفة. رينان دا سيلفا، الأرقام تقول أن كلما تقابل الفريقين
التعادلات مرفوضة. 11 مباراة فاز شباب الأهلي في 8 مواجهات وفاز عجمان في 3 مواجهات. تاريخيا التعادل ما كان موجود. وعندنا كرة عرضية رشا، كرة تصطدم وتغادر فرج بن نجيبة اللاعب التونسي، كرة إلى خارج أرضية الملعب. هيا كوران، هيا كوران، ذكريات جميلة مع عجمان. قبل موسمين كان معهم، رحل إلى النصر وإلى الوحدة وعاد معهم مجددا من أجل تكرار ما حدث في موسم 22-23 عندما قدم عجمان واحد من أجمل مواسم سواريز، والكرة الرأسية إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة رأسية من اللاعب الصربي بعد كرة قدمها سواريز جميلة، مرت إلى ضربة مرمى، مرت وعدت وطالت. يوسف أحمد، كرة مرت بسلام. عندنا سواريز راح يترك أرضية الملعب. برونو القميص رقم 80، اللاعب البرازيلي الشاب ابن 20 عام، هو من يستدعى في تشكيلة باولو سوزا. برونو يأتي وعندنا محاولة خطيرة لعجمان أبو، تصدي الصعود يا حمد المقبالي، قد يكون نعم تصدي الصعود يا مقبالي، أبعد فرصة التقدم لعجمان. الكرة التي أقضبت باولو سوزا وردت فعله وصرخاته على مدافعينا، وبالتالي يطالبهم بالتركيز. كاد عجمان أن يعود في هذه الكرة، كاد أن يشعل القمة مرة أخرى. تمريرة من جانب هيكل الشيخاوي قدمها، لكن التمريرة لم تكن سليمة يا فرج بن نجيمة. هدية إلى المقبالي، آها باولو سوزا، باولو سوزا وغضبه. هذا الحارس حمد المقبالي، ردة الفعل الجميلة وتصدي يذهب بهم إلى دور الثمانية. قد تكون بطاقة الصعود عبر هذا التصدي، شوف السرعة، لاحظ الانطلاق، الكرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية. صعب أن تقف أمام يوري، البطاقة قد تحضر الآن. حكم المباراة سلطان عبد الرزاق، وسط الاعتراض من جانب بوغدان، والأحاديث تستمر من جانب لاعب الفريقين. لوكا يا لوكا، لوكا يأخذ البطاقة صفراء. سلطان عبد الرزاق يخرج الكرت الأصفر، طالب بالهدوء لوكا ولاعب الفريقين. الاعتراضات على قرار حكم المباراة تستدعي إخراج البطاقات الصفراء لعيبة الخبرة، بالإمكان أن تكون الأمور أفضل. ضربة ركنية من جانب لوكا، يأتي بمحاولة تم الإبعاد، الخطورة لا زالت قائمة، أبعدها عبد الرحمن أحمد، لكن تعود من جانب روشا، قدمت في الجهة اليمنى. الكنترول، الاستلام، الاستقبال، وصلت باتجاه اللاعب البديل سعود سعيد الذي بدأ المهمة، والانطلاقة هنا الصافرة، والبطاقة الصفراء تحضر على قائد الكتيبة الخضراء كارتابيا. كارتابيا، كارتابيا وقف، وقف لك وليد أزارو في هذا المكان. حارس المرمى المقبالي، استقبال بصورة هادئة، ثلاثة 73 دقيقة، الفرسان من أجل إكمال الطريق والذهاب إلى دور الثمانية. وننتظر مواجهة النصر، يا لها من مواجهة كبيرة تجمع شباب الأهلي والنصر إن استمر الحال على ما هو عليه، إلا إذا كان لعجمان ردة الفعل. جونيور لمسة، كرة وتمريرة من بلال يوسف، أصبحت في قبضة حسن إبراهيم. حسن إبراهيم اللمسة لم تكن سليمة، استقبال كارتابيا أعاد، يا السلام المرور جميل، لازال يحاول، خطأ يحتسب. الماضية كان في دهس على قدم لاعب شباب الأهلي،
سعود أو سعيد سليمان. هذه اللعبة التي شكل من خلالها الخطورة كل الخطورة روكي واجه حارس المرمى. ومثل ما ذكرت المقبالي قد يكون في حالة تسلل على اللقطة اللي شكل فيها روكي خطورة كبيرة هذا اللاعب الكاميروني. وعندك السيد باولو سوزا الرجل الذي يقول عندنا الأفضلية للصعود، علينا التركيز وثقته كبيرة باللعيبة. ما فعله في مباراة الذهاب أصبح يجني ثماره في مباراة الإياب الآن. يا جوران، ربع ساعة كل ما تبقى، استراحة تعطى للاعب الفريقين لالتقاط الأنفاس وفرصة لمدرب الفريقين الآن يعطون التوجيهات. سيد جوران هل يغامر هجوميا؟ هل يطلب من لاعبينا الاندفاع للأمام في آخر ربع ساعة من أجل عودة الأمل، أم أنه يرى أن ذلك الاندفاع قد يدفع ثمنه باهظا بخسارة الفريق؟ هذه النتيجة ستبعد عن حسابات البطولة، عليه أن يغامر، عليه أن يذهب للأمام، عليه أن يطلب من وليد أزارو، شيخاوي جونيور ضغط أكبر لا زال في المباراة. عمر، من الجانب الآخر باولو سوزا تعليمات للاعبي شباب الأهلي، حنا متعادلين 1-1 لكن علينا أن نضيف هدف ثاني من أجل استمرار الانتصارات حتى ولو كانت هذه النتيجة تذهب بالفريق باتجاه ورقة العبور إلى ربع النهائي. لكن شباب الأهلي فاز في كل المباريات المحلية التي خاضها في الدوري وفي هذه البطولة، يريد أن يحافظ على مسألة استمرار الانتصارات، هذا أمر مهم جدا لفريق يبحث عن بطولات في كل مشاركاته، يبحث عن المنافسة والتواجد في كل البطولات التي يحضر فيها سواء على المستوى المحلي أو حتى في مشاركات الخارجية. باولو سوزا كلاعب نجاحات كبيرة، كمدرب قاد أندية كبيرة كذلك. مونس دابور بالهدفين المسجلين في هذه المباراة، وصلنا إلى 719 أو طبعا في هذه المباراة بالهدفين المسجلين، نعم نتكلم عن الأرقام التاريخية، كان عندنا 2148 هدف ما قبل هذه المباراة، نقوم بالهدفين المسجلين وصلنا إلى 2150 هدف تاريخي منذ بداية هذه البطولة في موسم 2008-2009. لعبة خطيرة، محاولة لشباب الأهلي، لمسة بلال يوسف أبعدت الكرة من أمام برونو، برونو الذي هرب انطلق حاول أن يأتي بكرة عرضية، الكرة من أمامه تبعد إلى ضربة ركنية 2150 هدف تاريخيا في هذه البطولة مع الهدفين المسجلين اليوم. كان عندنا 717 مباراة لعبت تاريخيا، هذه المباراة تحمل الرقم 718. وهذه لعبة خطيرة لشباب الأهلي لا زالت مستمرة عن طريق إياغو سانتوس، إياغو حصلها، أرسل كرة عرضية لم تكن مثالية، هجمة سعود سعيد هو من يقود هذه المحاولة، جونيور يعيدها من أجل بداية من أجل هجمة، الشيخاوي يطلب الكرة، وليد أزارو للاندفاع، روكي للتقدم، روكي تحت الضغط، يا سلام افتكاك الكرة بطريقة ممتازة، إبعاد الكرة من الصربي لوكا بدون ما يتسبب بخطأ، هكذا تكون الخبرة، هكذا تكون الإمكانيات. مؤنس دبور، ينطلق دبور ويأتي بتمريرة روشا إلى مؤنس مرة أخرى، مؤنس دبور هتأخذ الاستقبال، يذهب باتجاه العمق كارتابيا ولمسة، يوري لا زال يقدم عملا جميلا، يسقط لكن شباب الأهلي لم يسقط في هذه المباراة، يوري يعود لإكمال المباراة، كارتابيا باتجاه الصربي لوكا تعود الكرة 1-1. شباب الأهلي رايح لدور الثمان ويجهز ليما كبديل قادم، برونو
يا سلام الضغط كان جميل. روكي أرسلها إلى هيكل الشيخاوي، حالة السقوط، يطالب بخطأ اللاعب التونسي. كان مع رينان دا سيلفا. رينان يا رينان في اللحظة المناسبة، لو عد الشيخاوي وراح لكانت الأمور في قمة الخطورة. ليما هو اللاعب الذي يستدعى، ويوري أنا أعتقد أنه هو كان نجما لهذه المباراة، ليس لأنه سجل لكن لاعب مقاتل. يا سلام كرة القدم تكافئ يوري، بالمناسبة لاعب الذي قدم الشوط أول جميل والشوط الثاني جميل، كأن كرة القدم تقول له يا يوري عطفا على ما قدمت خذ لك هدف للذكرى، عد بشباب الأهلي باتجاه الواحد واحد. وبالتالي هدف يوري يضع شباب الأهلي نحو الإطمئنان الأكبر، والآن البديل القادم هو ليما. ليما يستدعى، البرازيلي الشاب يأتي إلى أرضية الملعب. باولو سوزا يجري تبديلات وتغييرات ويدفع ببدلاء، أهم بالنسبة له النتيجة الإيجابية. ماتيوس دياس ليما الآن هو التبديل الثالث أو التبديل الرابع، يعني هو دفع بروشا، دفع بكارتابيا، دفع ببرونو، الآن يدفع بليما. أربع تبديلات للسيد باولو سوزا. أخرج يوري وسواريز وعبد الله النقبي وكونسانتوس. كرة في الجهة اليمنى، كارتابيا في كل مكان، النجم الكبير الذي يعدي ويمر ويأتي بتمريرة جميلة باتجاه اللاعب البديل، حصلها ليما في اللمسة الجميلة إلى ضربة ركنية. ميلوش، عصر بميلوش، هذا الرجل بهكذا تعليمات مستمرة، بهكذا جدية كاملة، هكذا توجيهات، يواصل العمل ويقود فريقه نحو الأهم. كارتابيا الضربة الركنية، هل يقلب الطاولة شباب الأهلي في هذه المباراة؟ هربت من الجميع. القدم اليسرى عادة تأتي بلمسات جميلة يا كارتابيا، في هذه المرة الكرة ذهبت بعيدة، هو زعلان على الفرصة اللي كان بإمكان طبعا من الضربة الركنية لكن ما وجهها بالصورة السليمة. قدمها اليسرى عادة ما تأتي بتمريرات جميلة أو تصويبات جميلة أو عرضيات جميلة. الكرة لا زالت في أرضية الملعب، لوكا جميلة التمريرة يا لوكا باتجاه ليما، هذا البديل الذي نزل قبل لحظات يأتي بكرة عرضية، اثنين من اللعيبة، ميلوش أبعدها وبجانبه كذلك حسن إبراهيم خلصوها إلى رمية تماس. رمية تماس لمصلحة شباب الأهلي. روش البديل باتجاه، محاولة كانت خطيرة من برونو، من بديل إلى بديل، وهذا الصربي لوكا يا السلام، اللمسات المعتقدة. ماذا أضعت يا لوكا؟ ماذا أهدرت يا صربي؟ المرمى كان يناديك، المرمى كان يناديك، لمسات جميلة. مؤنس دبور قدم لك هدية لا ترد، مؤنس دبور أهداك فرصة من أجل أن تسجل، لكن الصربي أرسلها قوية، تعود المحاولة والتصويبة مرت إلى خارج أرضية الملعب. طرات تصويبات، سيطرة لشباب الأهلي في اللحظات الماضية، وبالتالي تقترب الأمور أكثر. سلامات يا علي الحوسني، سلامات يا علي الحوسني، كان يتمنى أن يكمل المباراة وأن يحافظ على عارين عجمان وأن يدافع عن حبوبهم في هذه المباراة، لكن الإصابة الإصابة، نتمنى أن تعود مشافة معافى سريعا بحول الله تعالى. روشا يعيدها، عصر بيلوكا يسقط، عندنا كرة سهلة في متناول حارس المرمى حمد المقبالي، كانت عالية من جانب حسن إبراهيم لاعب الخبرة مع عجمان يستدعى هذا الموسم. وعندنا حمد المقبالي
حارس المرمى الذي يقدم مباراة جيدة هذا المساء كذلك في مرمى هدف، لكنه حارس مرمى بإمكانيات جميلة. يا السلام على المرور، الطريق يغلق من عبد الرحمن أحمد. تعود المحاولة كارتابيا، كل محاولة كل فرصة لازم يوقع عليها كارتابيا، ما تعدي إلا بتوقيع، إلا بتوقيع السيد كارتابيا، هو اللي يمضي عليها، هو اللي يلمسها. وهذه لعبة خطيرة، لا زالت بونس دبار شباب الأهلي كاد أن يقلب الطاولة، تعود باتجاه بوغدان، بوغدان إلى القائد كارتابيا، كارتابيا يعود، كارتابيا يستعرض، كارتابيا يقدمها باتجاه اللاعب رقم 50، نعم اللي هو سعيد سليمان. كارتابيا في هذا المكان، يا سلام بهذا الهدوء، مونس دبور يهرب، مونس دبور يصوب ضربة ركنية، يصول ويجول، فرسان شباب الأهلي، فرسان شباب الأهلي، نعم بصولات وجولات يقتربون من التسجيل. وقلب الطاولة هيكل الشيخاوي يترك أرضية ملعب البرازيلي فيكتور، يستدعى للنزول في قائمة السيد غوران. آخر أربع دقائق، آخر أربع دقائق، شباب الأهلي لا يكتفي بضمان الصعود لكنه يريد كذلك الانتصار في هذه المباراة من ضربة ركنية. الكرة ملعوبة والمحاولة خطيرة تبعد لجانب يوسف أحمد، التصويبة ما لبست على قدم، جونيور حصلها، يكسب خطأ جونيور بعد التدخل من جانب إياغو. عجمان الذي وصل المباراة النهائية في مناسبتين في بطاقة صفراء على روشا. استقبال من جانب أزارو، هجمة خطيرة، محاولة وفرصة يا عجمان، عدت هذه الكرة، مرت هذه الفرصة، كانت أمام فيكتور. شوف دفاعات شباب الأهلي تضرب في اللقطة الماضية، فيكتور طولها على نفسه، فيكتور كان بالإمكان. شوف 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 يا فيكتور، يا فيكتور، يا فيكتور، هذه كرات الحسم، هذه كرة بحاجة إلى لمسة باتجاه المرمى مباشرة. لو كان وليد أزارو في هذا المكان وفي هذه الوضعية لكانت الأمور مختلفة على مرمى المقبال. عجمان وصل النهائي مرتين في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي أو بالمسميات السابقة طبعا لهذه البطولة، توج باللقب في 2013 على حساب الجزيرة، وخسر اللقب بالمناسبة مع الجزيرة أيضا في عام 2010، مباراتين نهائيتين جمعته مع الجزيرة. وعندنا كارتابيا يسقط في أرضية الملعب، وعجمان يقترب من وداعية البطولة، بطاقة صفراء على بلال يوسف. بلال يوسف، هذا التدخل اللي كان على قائد شباب الأهلي، الكارت الأصفر باتجاه اللاعب بلال يوسف. عندنا محاولة، كرة في الجهة اليسرى من أجل المرور والتقدم والمهارة، ليما، ليما، مهارة اللاعب البرازيلي رينان روشا، ولمسة، محاولة خطيرة، السلام، اللقطة لم تكتمل لكن الضغط يتواصل. فرج بن نجيمة شتت الكرة، عندنا خطأ يحتسب لمصلحة فيكتور، دافع جميل رينان دا سيلفا، لمن تضع لرقابة أي لاعب من لعيبة الفريق المنافس بالفعل يستطيع أن يسيطر عليه بصورة كاملة وأن يضع تحت الأنظار والرقابة. طيلة المباراة تتكلم عن القميص رقم 13 رينان دا سيلفا. وليد أزارو، لمسات جميلة، أزارو يا سيلفا حتى لو غادر البطولة قدم مستوى جميل، حتى لو غادر البطولة. عجمان
شوط أول هائل وشوط ثاني حاول واجتهد. مباراة الذهاب هي من قررت المصير. مباراة الذهاب التي فاز فيها شباب الأهلي هي من ترجح كفته الآن في مباراة العودة. تعادل 1-1، وبالتالي في العودة الذهاب 2-2 لشباب الأهلي. مجموع المباراتين يقود الفرسان لربع النهائي، لكن يا لها من مواجهات مرتقبة في كأس مصرف أبو ظبي الإسلام. يا لها من مواجهات مرتقبة، نعم، في هذه البطولة. وحدة الشارجة، عندنا الوصل بالياس، عندنا العين الجزيرة، عندنا النصر، وشباب الأهلي إن حافظ على هذا السيناريو ياهي مواجهات ثقيلة من العيار الثقيل بمعنى الكلمة. أول تعادل ما بينهم في هذه البطولة التاريخية في مباراة رقم 12، يعني 11 مواجهة تاريخية جمعتهم في هذه البطولة. ما في ولا تعادل جمع شباب الأهلي. وعجمان مونس دبور هرب، مونس دبور راح، فرصة خطيرة لشباب الأهلي. أبو ماذا أهدرت، ماذا أضعت، ماذا أهدرت؟ فرصة من أجل هدف ثاني لما هدية مونس دبور. بعض اللقطات لا تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى هدوء للتعامل مع المستديرة. مرت وعدت لشباب الأهلي، لعبة كانت في قمة الخطورة. برونو ينطلق، برونو يتقدم، لا زال يحافظ على الكرة. ثلاثة من لعيبة عجمان مسكرين الطريق. كارتابيا بالهدوء باتجاه برونو يعيدها إلى لوكا. وصلت باتجاه الدفاعات من أجل التحضير. رينان دا سيلفا، رينان دا سيلفا روشا البرازيلي. الوقت الأصلي انتهى، عندنا 8 دقائق الوقت المحتسب بدل الضايع. وعندنا القميص رقم 77 جويل هيرن، اللاعب الذي سيكون حاضرا. جويل هيرن، نعم، اللاعب اللي راح يكون حاضرا في أرضية الملعب. مؤنس دبور اللاعب الذي سيترك أرضية الملعب. تبديل آخر للسيد باولو سوسا. حاولة خطيرة، البديل في اللمسة الأولى، كاد أن يسجل في أول 3 ثواني نزل فيها، في أول 3-4 ثواني نزل فيها على طول، نزل هني واستلم، وهذا الأولى وهالثاني وهالثالث، طرب الدفاعات وأخذ الكل، وكاد أن يأتي بهدف جميل مرت على مرمى يوسف أحمد. فرصة في قمة الخطورة. جويل هيرن لعيب، لاعب البرازيلي. القميص رقم 77، طبعا جويل هيرن بالقميص رقم 77، لكن قبل ذلك كان عندنا لاعب برازيلي وهو إياغو حاضرا بالقميص رقم 2. فرصة، يا سلام يا لعيب يا فنان. كارتابيا يستعرض، كارتابيا يمر، تمريرة جميلة. هذا اللي يوزع الهدايا، هذا اللي يوزع الهدايا. كارتابيا اللي يوزع الهدايا، يأتيك بتمريرات، يأتيك بنقلات، أصبحت مرتدة. هجمة لعجمان، فرصة للبركان عن طريق جونيور. جونيور يا جونيور يا جونيور، أكثر من كرة، أكثر من محاولة. قد تكون هذه الكرة، قد تكون هذه الفرصة المرتدة، قد تكون هذه المحاولة هي من يقلب من خلالها شباب الأهلي النتيجة، يحضرها على نار هادية مثل ما يقولون، يطبخها على نار هادية. هذه الكرة، هذه التمريرة، شوف مهدين الأمور تماما، يمشون الوقت، الوقت المتبقي. يا سلام، متفاهمين ومتجانسين وعارفين تماما كيف يقتربون من المرمى وكيف يقتربون من قلب الطاولة. تعود الكرة باتجاه برونو. كارتابيا في مساحة جميلة،
برونو سربيلوكا يطلب الكرة، يا سلام حطها باتجاه كارتابيا. هذا الحل، هذا الحل، ما عنده مشاكل من هذا المكان، راح يعدي وراح يمر وراح يشكل فرصة خطيرة. العرضية، من يتابع، من يكمل، من يأتي القادمون من الخلف. الجميع كان في وضعية التراجع، زعل عليهم كارتابيا، يقول لهم قدمت لكم عرضية مفترض انها تستغل. غوران، غوران المدرب الذي وصل. لا تلعب بالنار في هذا المكان، لا تلعب بالنار في هذا المكان، العقاب يكون شديدا في هذا المكان لو قطعت الكرة. دقيقة 95، ما عاد في المباراة إلا 3 دقائق، هي آخر 3 دقائق تجمعنا في هذه المباراة. أوشكت على النهاية، حسمت الأمور، اتضحت الصورة. البطل الكبير لهذه البطولة يواصل المسير، صاحب الألقاب الخمسة، يقترب من متابعة الطريق من أجل لقب سادس في تاريخه. ما يشبع من الألقاب، ما يشبع من البطولة، هذا قدر الكبار، هذا قدر الكبار. سلام لاعب ساقط على أرضية الملعب، أتمنى السلامة وأن يكون مشافى معافى. هذه اللعبة التي سقط فيها ليما وكان يطالب بخطأ، وعندنا التصادم مع عبد الرحمن أحمد حكم المباراة أشار إلى الاستمرار. هنا ردة الفعل للمدرب باولو سوزا. سعيد سليمان للإعلان على سلامته، شافى معافى بحول الله تعالى. يا كوران السنة الماضية تواجد في آخر مباراة في المسابقة، وهذه السنة يخرج من الجولة الأولى. كرة القدم موسم ماضي كان في قمة السعادة وهو يتوج باللقب، وهذا الموسم يودع البطولة من الدور التمهيدي. يا كرة القدم، أيام تسعدك وأيام تضعك تحت الضغوطات والأحزان. كرة من جانب الصربيلوكا، تمريرة، هجمة، انطلاقة من جانب كارتابيا. كارتابيا الفنان، كارتابيا الذي يرسم أجمل اللوحات ويقدم أحلى الألحان. كارتابيا، كارتابيا جونيور، غاضب جونيور لاعب الجامايكي. الشوط الأول قدم الكثير من العمل، شوط ثاني قل عطاءه، لكن عنده مهارات، عنده إمكانيات، عنده حضور جيد. لاعب جونيور 28 سنة، الذي سبق أن مثل منتخب بلاده بالمناسبة هذا الخميس رقم 7. آخر دقيقة تجمعنا، المباراة اقتربت من نهايتها، والورقة الثامنة حسمت، حسمت لمصلحة شباب الأهلي، وأصبح شباب الأهلي الفريق الذي يصل إلى ربع النهائي. تعرفنا على هوية كل الفرق المتواجدة. كارتابيا يهرب، الكرة عدت وطالت إلى خارج أرضية الملعب. كارتابيا طولها على نفسها، مرت وطالت وعدت. باولو سوزا من أجل كتابة التاريخ كما فعل كوزمن وكيكي فلوريس ورودولفو ومهدي علي عندما توجوا بالألقاب مع شباب الأهلي، يريد أن يسجل اسمه الآخر في سجل الأبطال. رمي التماس، وليد أزارو، وقت المحتسب انتهى وآخر الكرات. يا أزارو، كرة تعود إلى فرج بن نجيمة، الحكم يناظر الساعة. سلطان عبد الرزاق سيعلن عن النهاية. آخر الكرات، آخر المحاولات لمصلحة عجمان. جونيور، جونيور وتمريرة أبعدها الصربيلوكا، انتهت المواجهة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مباراة انتهت.